مساء الخير على حضراتكم. يعني أولا برحب بحضراتكم كلكم، وقد إيه إحنا بنتشرف وبنسعد بوجودكم معانا في الورش بتاعتنا اللي على بنك المعرفة. ثانيا قد إيه بيسعدنا إن إحنا بنلاقي زي ما بنقول بالإنجليش some familiar names، أسماء معروفة بالنسبة لنا، زملاء وزميلات. يعني الحمد لله بيتواجدوا معانا جميع الورش تقريبا، فيعني انتوا اللي بتخلونا نكمل، فشكرا جدا لوجود حضراتكم جميعا. ويا رب ان شاء الله نتمنى ان النهارده تكون ورشه خفيفه وذات فائده للجميع. يعني طبعا زي ما حضراتكم عارفين، احنا على بنك المعرفه كيورك بريس لينا منتجات كتير جدا، وطبعا كلها منتجات متاحة للمصريين داخل مصر ومجانا. فعندنا كتب للقراءة للأطفال اسمها كتب الفراشة، عندنا موسوعة اسمها موسوعة الفراشة، عندنا أعمال كتير نيو هالو سكندري وبرايمري وبريباراتوري، عندنا كونكت برايمري وكي جي، وعندنا كونكت بلس بعض المنتجات المصادر للكي جي، وعندنا من ضمن المنتجات المعاجم. طبعا المعاجم اللي هي بنقول عليها القاميس، او بالانجلش ديكشنريز، بالفرنساوي ديكشنير، بس مش عارفه اقول اكتر من كده. جميعنا مفهومنا بالنسبه للمعجم ان هو كتاب عن طريقه بنقدر نطلع معاني الكلام، لكن المعجم بالنسبة لنا حاجة مختلفة تماما. هنكتشف النهاردة مع بعض إيه هي أنواع المعاجم المتنوعة اللي يعني يمكن بعض من حضراتكم ما جاش في باله أصلا إن ممكن يكون عندنا معاجم عن الحاجات دي. مش الطلبة بس اللي بيستخدموا المعجم علشان يطلعوا معنى كلمة انجليزي عربي، مش الطلبه بتوع الجامعه بس اللي بيستخدموا المعجم عشان يطلعوا كلمه انجليزي انجليزي ولا انجليزي فرنساوي، مش المدرسين بس اللي بيستخدموا المعجم، ده جميع التخصصات اللي لا يمكن نتخيلها بتستخدم المعجم. يبقى من الاخر المعجم منتج لا غنى عنه للجميع، صغيرين كبار متخصصين في نواحي أو مناحي زي ما بنقول مختلفة، هنقدر نستفيد من المعجم. هنشوف النهاردة إيه هو المعجم بطريقة سريعة، يعني وإزاي اتطور المعجم من الورقي إلى الرقمي، وإزاي نقدر نحقق استفادة منه، وإزاي نقدر نوصله على بنك المعرفة من ضمن منتجاتنا. واسمحوا لي ان انا ابتدي اعمل شير سكرين و يلا نبدا. طبعا عندنا برزنتيشن النهارده اسمها من الورقي الى الرقمي، معجم الالكتروني رفيقك في كل مكان. وهاجي هوري حضراتكم الصوره دي. الصورة دي أول ما جيت شفتها وأنا بجهز البرزنتيشن عجبتني جدا، لأن فعلا ده شكل المعجم أو ده اللي المعجم بيعمله. الناس بتدخله تايهة مش عارفة حاجات كتيرة جدا، بيفيدها وبيعرفها أشياء كتيرة جدا جدا جدا، وطبعا يعني جميع الأشكال وجميع الأعمار. طيب المعاجم إيه هي؟ المعاجم باختصار بتديني يا إما تعريف يا إما معلومة عن كلمات بس في لغة معينة. والمعاجم بتنقسم إلى نوعين، يا إما معاجم لغوية يا إما معاجم متخصصة. طيب المعاجم اللغوية إيه هي أساساً؟ يعني إيه معجم لغوي؟ ده بيعتني أو بيهتم أو بيتناول مفردات لغة معينة. يبقى المعجم اللغوي يتناول مفردات أو كلمات لغة معينة، بيبتدي يشرحها ويوضح لي معانيها، يا إما بنفس اللغة يا إما بلغة أخرى. بمعنى
ان انا لو انا عندي كلمه باللغه العربيه او باللغه الانجليزيه ومش فاهم تفسيرها، ممكن الاقيها بنفس اللغه اللي انا بدور عليها او الاقي معناها بلغه ثانيه، زي ما عندنا قواميس عربي عربي وانجليزي انجليزي، عندي كمان عربي انجليزي، انجليزي عربي، انجليزي فرنساوي، ايطالي واسباني، جميع اللغات. المعاجم المتخصصه بقى يمكن دي اللي ما فيش كتير يعرفوا عنها. ليه؟ لانها بتعتني او بتهتم بالبحث عن مصطلحات معينه تستخدم في فئه معينه من الوظائف. يعني مثلا انا طبيب، في معجم للمصطلحات الطبيه هتقدر تساعدني انا كطبيب في عملي، في معجم ينفعني انا كمهندس، في معجم ينفعني انا كعالم في علم النفس. انا مش عايزه اقول كتير عشان ما نحرقش الانواع، عشان عايزاكم تتفاجئوا. المعاجم اللغويه احنا قلنا ان هي المعجم اللي بيديني معاني كلمات او مفردات وبيديني تعريفها او تفسيرها. طيب اول نوع منها المعاجم اللغويه احاديه اللغه. طبعا من العنوان احاديه اللغه يعني فيها لغه واحده، يعني اللي هي بعمل ايه، بترجم في لغه واحده. ازاي؟ المعاجم اللغويه هو بيقول لك تعتبر خزائن للغه وكنوزها. يعني ايه؟ يعني انا لو جيت في معجم من المعاجم اللغويه خاصه احاديه اللغه اقدر اعرف من خلالها المعاني لمفردات كثيره جدا. يعني لو عندي مثلا كلمه بالانجلش، خليني اقول give وhand. give يعني يعطي او يسلم، وهاند سمون حاجه يعني يعطيه برضو بايده. فانا بيديني تعريفات او زي ما بنقول ايه سينونيمز او مرادفات للكلمات بنفس اللغه علشان يفيدني في ايه؟ ده هيزيد حصيلتي اللغويه. فانا لو انا بكتب او انا بعمل بحث او بدل ما هستخدم اللغه بمفرده هقدر اعرف المفردات والمعاني المختلفة بتاعتها، فهبتدي أحسن من أسلوبي في الكتابة. طيب إيه هي بقى عندنا في المنتجات بتاعتنا المعاجم أحادية اللغة؟ عندي معجم اسمه رفيق التلميذ، ده عربي عربي، وطبعا واضح من عنوانه إن هو لمرحلة عمرية في فترة المدرسة. فيبقى عندي الطالب لو بيكتب موضوع في اللغة العربية، بدل ما أقعد يعني إحنا خلينا شوية صراحة، إحنا في مدرسين كتير إلا من رحم ربي بيخلوا الولاد يحفظوا. فلما أنا بخلي ولادي يحفظوا، ولادي الطلب لما أنا بخلي ولادي يحفظوا، ده بيقتل عندهم الحس الإبداعي. خلاص هو حفظ المقدمة، حفظ الخاتمة، حط كلمتين في النص وخلصت. ليه؟ طب ما أنا أساعده منذ نعومة أظفاره إن هو ينمي طلاقته وقدرته اللغوية وقدرته على الكتابة عن طريق إن أنا أسمح له إنه يدور على مترادفات ويبدأ يكتب وأنا أقيمه وأطور من مستواه. عندي المعجم بعد كده أحادي اللغة، عندي المنار، وده برضو للمرحلة الأولى، القاموس المدرسي الأول الابتدائي، وده برضو عربي عربي. يبقى هنا أنا بكلم عموم الطلاب في مرحلة عمرية معينة، بشجعهم إنهم يبحثوا عن معاني الكلمات حتى لو بلغتهم الأم علشان ينمي حصيلته اللغوية، ما يعتمدش بس على أنا بقوله له كمعلم، لأ ده هو يبتدي ينمي قدرته هو كمان. عندي المنار العادي عربي عربي، وعندي المعجم الذهبي، المعجم الغني، عندي المعجم الوسيط عربي انجليزي، ومعجم العربية الكلاسيكية والمعاصرة، عندي معجم الكلمات المتقاطعة، ودي ده حلو جدا للناس اللي غاوية كلمات متقاطعة زي، وعندي قاموس القوافي، ده عربي عربي. وطبعا كما يظهر من قاموس القوافي
ان الكلمات بتكون في القاموس ده مقفاه، فمثلا انا ببحث عن كلمات بتنتهي مثلا بالف تاء، هيجيب لي جميع الكلمات المقفاه اللي بتنتهي بالف تاء. ياء سين، نفس الفكره. فبدل ما بيدور على معاني، هنا بيجيب لي القاموس الكلمات التي لها نفس القافيه. وبعدين عندي معجم الفاظ الحياه العامه في الاردن، ده برضو عربي عربي. عندي بقى لو رحنا للانجليش، عندي A Beginner's American English Dictionary، وده واضح ان هو Beginner's، يعني برضو بالنسبه للطلبه في العمر اللي في الاول او في بدايه تعلمهم للغه الانجليزيه. قاموس المختصرات والاوليات، ده انجليزي انجليزي. سو دو سيبل اكرونيم اي ابريفيسيون، وده انجليزي انجليزي بس هو عنوانه فرنسي. عندي بعد كده نوع تاني من انواع المعاجم، ثنائيه اللغه. المعاجم عموما بتهتم ان يكون لدى الانسان اكثر من لغه وتساعده على تنميه اكثر من لغه. طب ازاي؟ انا بجيب لك كلمه وبجيب لك معناها، يعني مثلا بدي لك لغه عربيه، كلمه باللغه العربيه، بديك معناها بالانجليزي او بالفرنساوي بلغه مختلفه. يبقى هنا بيساعد الولاد بقى، بدل ما كانوا هيساعدهم فقط في اللغه العربيه وكتابه اللغه العربيه، ده انا بساعدهم كمان انهم يكتبوا باللغات الاجنبيه. عندي معجم لونج مان للانجليزيه الحديثه، ده انجليزي عربي. القاموس الشامل في مصطلحات اللغة الإنجليزية، قاموس العلوم المصور، المصباح، المغني الأكبر، ثرندي، المفيد، قاموس المفردات والتعابير الأجنبية في اللغة الإنجليزية، وعندي موسوعة الشاشة الكبيرة، دي برضو إنجليزي عربي. يمكن من العناوين اللي قدامنا، طبعا إحنا لسه هنروح على بنك المعرفة ونشوف الحاجات دي مع بعض، أنا بس بدي حضراتكم تصور الأول قبل ما نروح نبص على بنك المعرفة. طبعاً يعني العناوين متنوعة، فإحنا نقدر نستوعب أو نستنتج إزاي إن الاهتمامات والتخصصات كمان هتكون متنوعة. عندي معجم الترجمة الفورية، وده طبعاً للأولاد أو للطلبة عموماً أو للمتخصصين اللي بيدرسوا ترجمة فورية أو بيشتغلوا فيها. عندي المغني الوسيط، هنقلب بقى عربي انجليزي. المغني الوسيط عربي انجليزي، قاموس الطالب للجيب، وده فعلا بيبقى هو قد كده للجيب، يعني هو بيشيله معاه وهو رايح. بس ده بالنسبه للورق، احنا لسه ما رحناش للرقم. المعجم الذهبي الكبير، بس ده عربي فارسي، طبعا بيفيد الطلبه والطالبات اللي بيدرسوا اللغه الفارسيه. معجم المعربات الفارسيه، ده فارسي عربي. وهاجي بعد كده على المعاجم المتعددة اللغات. المعاجم المتعددة اللغات هبص الاقيها عبارة عن، ده بيبقى ليها مدخل واحد. طب يعني ايه مدخل واحد؟ يعني لغة واحدة هي اللي بتبقى عندي في الأساس. طيب اللغة دي مالها؟ بجيب لك فيها أكثر من معنى بأكثر من لغة. يعني مثلا أنا عندي مدخل إنجليزي، أقول لك إنجليزي فرنساوي ألماني، إيه عربي إنجليزي فرنساوي، بيبقى فيه للمعنى بتاع الكلمة الواحدة أكثر من لغة، يقدر المستخدم عموما إن هو يستفيد. طيب عندي بعد كده إيه هي الأمثلة بتاعته؟ عندي القاموس ممكن يبقى فرنساوي إنجليزي ألماني، ده فعلا موجود. فرنساوي إنجليزي أسباني، يبقى بيترجم اللغة للغتين أخرى. المهم بقى في ده المعاجم المتخصصة، لأني يعني أكاد أجزم إن الكثير منا ما يعرفوش حاجات كتير عن المعاجم المتخصصة. إحنا معظم اللي نعرفه عن المعاجم اللي إحنا قلناه، اللي هو بترجم وبعرف معنى الكلمة بالعربي ومعناها بالإنجليزي، وعايزه انجليزي وفرنساوي ماشي مفيش مشكله. ده كله ليه؟ وانا في فتره الدراسه. انما ايه بقى، ايه 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 قصه المعاجم المتخصصه دي؟ المعاجم المتخصصه دي زي ما قلنا كده بتتناول مفردات لغويه خاصه بمجال معين من مجالات المعرفه.
يعني مثلا عندي علم من العلوم زي الهندسة، طب، تربية، علم نفس، أي تخصص. ليه معاجم متخصصة؟ طب المعاجم دي فائدتها إيه؟ هتفيد الشخص. إيه، أنت حضرتك تربوي بتعمل بحث في التربية، إيه، بتقرأ في كتاب علم نفس باللغة الإنجليزية وعايز تترجم حاجة، أو العكس، لغة عربية وعايز تترجم حاجة، مصطلح قبلك وحضرتك مهندس محتاج إن أنت تعرف معناه، بدل ما تروح تدور عليه في الدكشنري أو المعجم العادي ويا تلاقيه ما تلاقيهوش. لا، حضرتك ليك معجم بتاعك انت، مش هروحه بتاع اخويا، ده بتاعي انا، بتاعي انا كمهندس، بتاعي انا كطبيب، بتاعي انا كصيدلاني، بتاعي انا كمتخصص في التربية، بتاعي انا كعالم في علم النفس. طيب، زي ما قلنا بتهتم انها بتشرح مصطلحات، بس مش بتشرحها بقى بالمعنى اللغوي العادي، لا، بتشرحها على حسب استخدامك انت. يمكن احنا معظمنا تربويين ونعرف ان في كلمات كتيره ليها استخدام في التخصص التربوي غير استخدامها العادي. يعني ممكن لما نتكلم على حاجه احنا كتربويين كناس دارسين للتربيه والتخصص في التربيه، يعني هتبص ان احنا تلاقي عندنا حاجات احنا بنفهمها بطريقه غير اي حد لما بيفهم من بره التخصص. فمعنى كده ان انا محتاج معجم متخصص عشان يترجم لي مصطلحات اللي انا بدرسها. عندي معجم مصطلحات النقد العربي القديم، دي بقى ملهاش حكايه انها احاديه اللغه او ثنائيه اللغه او متعدده اللغات، لا، ده بيجيب لك المصطلح بتاعك انت بتدرس نقد عربي قديم، بجيب لك معناه عربي. عربي هو العربي محتاج ترجمة عربي؟ اه، مصطلحات نقد قديم بقى وكده، مصطلحات علمية فنية هندسية، في منه نوعين، عربي انجليزي وانجليزي عربي، مصطلحات الفكر العربي والاسلامي. طيب، هو الفكر العربي والاسلامي ده عربي فرنساوي انجليزي وبعدين انجليزي فرنساوي عربي وبعدين فرنساوي انجليزي عربي، ازاي يعني؟ ايوه، هو احنا مش عندنا ناس مستشرقين ودارسين للأدب العربي والفكر العربي والحضارة الإسلامية؟ لو أنا والله، طب ما أنا ممكن أكون أنا يعني جنسيتي إنجليزي وبدرس الحاجات دي، فأنا محتاج أعرفها بالإنجليزي وأبتدي أترجمها على حسب اللغة اللي عندي. معجم المصطلحات الاقتصادية والمالية، طبعا واضح إن إحنا بعدنا تماما أهو عن الأدب وعن النقد وعن التربية وعن الحاجات دي، عربي انجليزي فرنساوي وانجليزي فرنساوي عربي. معظم مصطلحات المحاسبه الماليه والاداريه، وده عربي انجليزي وانجليزي عربي. طب ده ينفع مين؟ ينفع المحاسب، ينفع طلب التجاره انجليزي، ينفع طلب التجاره عربي، ينفع اي حد ليه علاقه بالمحاسبه. مصطلحات السياسيه والدستوريه والدوله، يعني طلبة سياسة واقتصاد، طلبة اقتصاد وعلوم سياسية، طلبة ممكن حقوق لو بيدرسوا حاجة ليها علاقة بالسياسة أو بالدستور. عندي فرنساوي إنجليزي عربي، وعندي عربي إنجليزي فرنساوي وإنجليزي فرنساوي عربي. يعني في كمية تخصصات إحنا ما كانش أبدا إن إحنا نتخيل إن ممكن يكون الناس دي ليها قواميس أو معاجم متخصصة ليها. طيب، عندي معجم المصطلحات القانونية، طبعا طلبة حقوق، أساتذة حقوق، محاميين، من غير كلام، عربي فرنساوي إنجليزي. وطبعا يعني كلنا عارفين إن القانون المصري مش مشتق من القانون الفرنسي، عشان كده مهم جدا إن إحنا نترجم المصطلح فرنسي. وطبعا أنا عندي طلبة حقوق العادي، وطلبة حقوق قسم فرنسي، وطلبة حقوق انجليزي. يعني انا عندي حقوق ليها 3 اقسام او 3 شعب، حقوق انجليزي وحقوق فرنساوي وحقوق عربي. انا عندي 3 تخصصات، عندي معجم بينفع لال3 تخصصات على اختلاف. القاموس القانوني الجديد فرنسي عربي. لو انا بقى متخصص كمبيوتر، او مش متخصص كمبيوتر، ده انا غاوي وقلت اما اقعد ايه ادرس مع نفسي شويه على النت، ولقيت شويه كلام مش فاهم،
هروح ادور عليه في القاموس العادي؟ لا، تتعب نفسك ليه؟ ما تدور عليه في معجم الكيلاني لمصطلحات الكمبيوتر والانترنت، هيساعدني جدا، وده انجليزي عربي. قاموس الاسواق والاوراق الماليه انجليزي عربي برضه. ضابط المعجم العسكري انجليزي عربي. حضرتك ضابط شرطه، حضرتك ضابط في الجيش، بتعمل دراسات، دبلومة، ماجستير، دكتوراه، مقدم في منحة ومسافر بره تبع حاجة ليها علاقة بالنواحي العسكرية، هينفعك جدا. عندي معجم المصطلحات التربوية، ده بتاعنا بقى، إنجليزي عربي. قاموس المصطلحات الحقوقية والتجارية فرنساوي عربي. موسوعة المصطلحات إدارية اجتماعية اقتصادية تجارية، ده كله احنا شوفه في التخصصات قد إيه، عربي إنجليزي وإنجليزي عربي. نروح بقى لكلية الزراعة شوية، معجم المصطلحات النباتية فرنساوي إنجليزي عربي. معجم نحال في الأسماء العلمية للنباتات برضه إنجليزي عربي. ندخل شوية على الطب، معجم طب الأسنان الموحد عربي إنجليزي وإنجليزي عربي. طب اشمعنى طب الاسنان؟ لا، ما هو مش طب الاسنان بس، احنا دخلنا على الطب كمان، معجم الطب الموحد بس ده متعدد اللغات، انجليزي فرنساوي عربي وفرنساوي انجليزي عربي. معجم مرعشي الطبي الكبير ده فرنساوي انجليزي عربي. دخلنا على الصيدله، معجم الصيدله الموحد انجليزي عربي. هننسى بتوع الجغرافيا؟ لا، انت عندك معجم جغرافيا انجليزي عربي، معجم اشتقاقي لنباتات سوريا، يعني بيجيب اسماء النباتات اللي موجوده في سوريا وعملها معجم انجليزي فرنساوي عربي، معجم ازهار لبنان فرنساوي وانجليزي عربي. طيب دخلنا بقى ناحيه تانية خالص، موسوعه الشاشه الكبيره ده عباره عن لغتين، انجليزي عربي وعربي انجليزي. موسوعه المصطلحات التاريخيه العثمانيه، عثماني تركي عربي لو حضرتك بتدرس تاريخ. نيجي بقى عشان احنا اول مره نستخدم فيها قاموس تقريبا كده، تقريبا يعني كلنا استخدمناه في مرحله الثانوي، وكان لونج مان اللي هو كان قد كده وتشيله كده، والناس اللي كانوا بيدرسوا انجلش سواء في اداب او في تربيه كنا لما نيجي نستخدم القاموس كنت بتلاقي القاموس كده وماشي شايلينه مش عارفين نتحرك، ولو رحنا المكتبه عشان نطلع حاجه من القاموس الكبير قوي بقى ان انت تشيله بقى، عايز ثلاثه اربعه يشيلوا معاك علشان نعرف نطلعه. وبما ان كل حاجه في حياتنا اتغيرت وبقت رقميه، قلنا الله اشمعنى المعاجم كمان ما تبقاش الكترونيه؟ ما كل حاجة عندنا بقت إلكترونية، كل حاجة بقت ديجيتال. فبدل ما الناس تروح تشيل قاموس قد كده وتمشي بيه يا عيني وتركب مواصلات ولا تركب عربية ولا تروح وتيجي وتطلع وممكن تتكعبل على السلم وهي نازلة شايلاه، قال لك أنا هعمل لك قاموس إلكتروني، معجم إلكتروني على الموبايل اللي أنت ما بتسيبوش من إيدك طول النهار، على الكمبيوتر او اللابتوب، بحيث وانت قاعد تعمل بحث ولا وانت قاعد تذاكر كده لو ربنا كرمنا وقعدنا نذاكر شويه هتلاقي حاجه على الشاشه، مش محتاج ان انت تقوم من مكانك، قاعدين بنعمل حاجه مش محتاج ان نقوم، يا دوب يا اما على الجهاز اللي انا بشتغل عليه يا اما على الموبايل اللي فيه. طيب ازاي بقى نقدر نوصل للمعاجم بتاعتنا على بنك المعرفه اللي هي احنا قلنا اتحولت من الورقي الى الرقمي؟ طيب انا هاخد حضراتكم دلوقتي على بنك المعرفة ونشوف ازاي نقدر نوصل للمعاجم على بنك المعرفة، وزي ما قلنا هي مجانية مش محتاجة الا ان حضرتك بس تدخل على بنك المعرفة، وتعالوا نشوف ازاي هنستفيد من ال فاسيلتيز اللي موجوده جوه. ماشي، انا هستوب شير ده وهعمل شير تاني علشان اخد حضراتكم على هنا.
اوكي استأذنكم ثواني، بنك المعرفة. اوكي حطيتي معاكم من الاول، اقول لكم هنعمل ايه. اول حاجة طبعا بندخل على الصفحة الرئيسية لبنك المعرفة، اللي هي بندخل الايميل والباسورد وبيظهر لنا الصفحة دي. دي أول صفحة بنك المعرفة. طبعا ده اسم اليوزر بتاع حضرتك، وبتلاقي إيه البار ده كده موجود فوق. في عندي الرئيسية، بحث، مصادرنا، دليل الاستخدام وورش العمل والكلام ده كله. أنا عايزة هنا مصادرنا. حضرتك بتضغط مصادرنا، بيطلع لي قائمة منسدلة فيها مصادرنا. انت عايز العربي ولا الانجليزي ولا المصادر المصريه، الدوريات المصريه؟ لا انا عايز كل مصادرنا. يبقى احنا نيجي ندخل على الرئيسيه، ندخل على مصادرنا، هنضغط على اخر واحده في الليست اللي هي كل مصادرنا. طيب دخلنا على مصادرنا هنعمل ايه؟ ما هي الصفحه مليانه، هعمل ايه؟ هريحكم خالص، تعال على اخر الصفحه، انزل خالص. يورك بريس دي بتاعتنا اهي، والموسوعه الفراشه وكتب الفراشه برضو بتوعنا، ولينا عليهم سيشنز كتير، وفي مفاجاه يوم الثلاث اللي جاي ان شاء الله في السيشن بتاعت موسوعه الفراشه. هنستناكم علشان نعرف المفاجاه مع بعض. نرجع للمعالج، هنيجي على اخر الصفحه خالص، اخر سطر في الصفحه، اخر صفحه، اخر ايقونه، مكتبة لبنان ناشونال. أهي هضغط كليك عليها، هيديني قائمة منسدلة أخرى فيها إيه؟ فيها تعريف بسيط عن مكتبة لبنان ناشونال. فهنا بيقول لي مكتبة لبنان ناشونال للمعاجم هي منصة إلكترونية تقدم أكثر من 80 معجما على شبكة الإنترنت. يبقى إحنا لينا على الإنترنت هنا على بنك المعرفة المصري أكثر من 80 معجم. المداخل في هذه المعاجم مقسمة إلى 14 مجال. طب ما تيجوا نشوف المجالات اللي المعاجم بتعني بيها أو بتهتم بيها. أولا اللغات، دي الأساسية اللي كلنا بدون استثناء عارفين. الأعمال، الفلسفة، تكنولوجيا وكمبيوتر، طب، ابتداء اللي هي الابتدائي يعني، الناحية العسكرية، الفنون، الترجمة، ترفيه، جغرافيا، قانون، موسوعة عربية إسلامية، تربية. المتعلم علشان يستخدم المعاجم دي بيدخل، بيدخل الكلمة، بيطلع له ثلاث لغات، بيطلع له لغتين، بيطلع له المعنى بلغة واحدة على حسب نوع المعجم اللي هو داخل. طيب هنا المعجم ما بيدينيش فقط ترجمة أو شرح للكتب، ده بيديني كمان أمثلة يمكنني عن طريقها إني أقدر أفهم وأعرف إزاي أستخدم الكلمة دي في سياق. طب معلش يعني هو مهم يعني إن أنا أتعلم الكلمة في السياق؟ ما أنا لو تعلمتها كمعنى كده عمري ما هحفظها، إلا إذا هنقعد نعيد ونزيد. ومعلش يعني التعلم في الكبر احنا خلاص ما ينفعش، مهما عدنا ومهما زدنا مش هنحفظ. فبناخد مثال نعرف من خلاله طريقة او كيفية استخدام الكلمة ومعناها، بيسهل علينا كتير جدا. طيب عرفنا مين هي مكتبة لبنان ناشرون، وعرفنا ايه هي المعاجم اللي بتقدمها ونوعيتها. عايزين ندخل على المعجم، هنعمل ايه؟ مكتبة لبنان ناشرون للمعاجم تحت قائمة المنتجات، هضغط عليها هيفتح لي صفحة جديدة. اوكي الصفحة دي هتدخلني ليه كده؟ معلش اسف، هتدخلني على الصفحة بتاعت المعاجم. هو هنا ال يعني المتخزن ان يبقى عندي الديفولت، يعني ان يبقى عندي 25 نتيجة في الصفحة، وأقلب على الصفحة الجاية. أنا بريح
وبدوس على المية علشان يطلع لي جميع المعاجن اللي موجودة. تعالوا مع بعض كده، يعني ايه، هندور بسرعه الاول على القائمه اللي في الجنب، وهقول لحضراتكم دي عباره عن ايه. هم اللي هي الصفحه الاساسيه بتاعتك، اللي هي صفحه المعجم، وانت بتكتب الكلمه فوق هنا وبيدور لك عليها. بس انا مش عايز كده، يعني انا مثلا لو جيت كتبت بلاسم، هاجي مثلا انا بدور على كلمه بلاسم وهدوس سيرش، طلع لي 16 نتيجه. ال 16 نتيجه دول جابهم لي منين؟ جابهم لي من جميع القواميس او جميع المعاجم اللي موجوده اللي لقي فيها الكلمه دي. يبقى انا كده انا ما تعبتش نفسي في حاجه، انا اديته الكلمه وهو جابها لي من جميع انواع المعاجم اللي موجوده. يعني انا ما قلتلوش روح دور في المعجم الفلاني وهات لي معنى الكلمه باللغه العربيه فقط او باللغه الفرنسيه او او او، ده هو جاب لي مع نفسه كده كل الكلمات الموجوده، فاداني ان انا عندي 16 نتيجه لكلمه بلاسم. انا ده كله لسه ما عملتش سيلكشن لحاجه، يعني انا ما اخترتش حاجه من اللي فوق ده، ما عملتش فلتر. فاداني الاول قال لي ان بلاسم في لونجمان ديكشنري اوف مودرن انجلش اللي هو عباره عن انجلش عربي، قال لي انها ا فلاور اور ذا فلاورز اون ا تري اور بوش زي بيتش بلاسمز، وراح مديها لي باللغه العربيه اللي هي زهره او نوار اللي هي النبات. دي ترجمتها في لونجمان ديكشنري اوف مودرن انجلش. طيب ده في حاجة كمان في Longman Dictionary of Modern English ترجمة تانية، قال لك if trees blossom they produce flowers اللي هي بمعنى يزهر. اداني بقى variation تاني او تنوع تاني، قال لي blossom out to develop in a beautiful happy or successful way، ومديني example قال لي she has blossomed out into a beautiful young woman. هنا ادالي معناها المجازي وليس الحرف، يعني راح قايل لي ايه، ترجمها لكم بالعربي كده، قال لك دي بقت بنت شابه جميله، فهنا بلاسم معناها ازهرت بس مستخدمه في الجمله بمعنى تاني غير المعنى اللي ذكره لنا في الاول اللي هي ايه، ينضج او يصير يانعا او ينضج. طيب انا مش عايز تشوف لي في لونجمان ديكشنري تاني، انا عايزه حاجه تانيه. ما هو مديك ثورنديك ديكشنري، مديك المعاني بتاعتها، flowers especially of a plant that produces flowers او condition of time of flowering as a cherry tree in blossom او have flowers اللي هي open into flowers او open out different. ده اداني 600 معنى. طب انا مش عايز ده كله، انا عايز عربي، وريني العربي اهي، نبات وزهرة ونورة وازهار وتنوير وتفتح وتفتح الزهر وازهر وهكذا. دخل على بلاسم في المفيد، دخل على بلاسم في المغني، المغني الأكبر، وكمل معايا لما ال 16 نتيجة جم ولسه عندي في الصفحة. يبقى أنا أسهل طريقة خالص إن أنا أدور بيها، أدخل على الهوم، أعمل سيرش، وابتدي دور على معنى الكلمة اللي أنت عايزها. طيب لو انا من ضمن ال 16 نتيجه دول حسيتهم كتير ومش هقدر اقرا ال 16 نتيجه مع بعض، بيديني اول خانه في الاختيار بيقول لي سيلكت لانجويج، انت عايزني ادور لك بانهي لغه، ابحث لك بانهي لغه. انت مش هتتعب، انت مش هتدخل على ولا قبص ولا معجم، انت هتدخل تكتب الكلمه اللي انت عايزها وتعمل سيرش وسيبني انا ادور لك، يا موقع انا اللي هدور لك. طيب انت عايزني ادور لك، انا جبت لك 16 نتيجه، قلت لي لا كتير عليا مش هقدر ابص عليهم كلهم، عايز تعمل ايه؟ هقول لك مثلا انا عايزك توريني اللي بالانجلش بس، والكاتيجوري مثلا هختار حاجه جنرال، والديكشنري قدامك كل الديكشنريز اللي موجوده اللي فيها معنى الكلمه دي، انت هتختار حاجه منها وهقول لك مثلا اديني بتاعه المفيد انجلش عربي، وهروح دايسه فلتر. راح مطلع لي
الكلمات يعني سوري اداني ايرور بس هنا. اوكي هو المفروض هيطلع لي الكلمات بس انا عندي يعني ان ايرور ان كونكشن ام سوري. اوكي انا المفروض ارجع تاني. تمام طيب احنا كده شفنا ازاي هندور في الصفحه الجنرال اللي هي بتاعه الهو اللي هو انا ما تعبتش نفسي وما اعرفش انواع المعاجم اللي عندكم ايه. طب لو عايز بقى ابص واتمعن فيها شويه هدوس على dictionaries وهيبتدي زي ما قلت لحضراتكم هو بيطلع لي 25 نتيجه. انا بحب اخليها 100 علشان يبقى قدامي كل حاجه في نفس الصفحه. لو استعرضت مع حضراتكم بطريقه سريعه يعني ايه العناوين اللي عندنا؟ عندي Dictionary of Terms of Education ده طبعا المتخصصين معجم المصطلحات التربويه. عندي المنار المجني الكلام ده احنا اتكلمنا عليه واحنا في البرزنتيشن قلنا العناوين دي. عندي مثلا المرجع ده عربي فرنسي. عندي Comprehensive Dictionary of English Idioms ده قاموس شامل في مصطلحات اللغه الانجليزيه ده برضو قلنا عليه. موسوعة الشاشة الكبيرة، الكلمات المتقاطعة وهكذا. طيب دي كده القواميس اللي قدامي أو المعاجم اللي قدامي. طيب أنا مثلا عاوز أدور في نقول مثلا خلينا في قاموس الطالب للجي اهو مديني كل الكلمات بالترتيب اهي اب او ابا اب اغسطس ابي اباء اباحه اباحيه اباد اباده وهكذا. انا محتاج كلمه معينه انا بدور عليها مثلا هنقول ازهر اداني ان ازهر يعني to blossom ده لي بالانجلش او تو فلاور ومعناها ازدهر او ازهر في ثانيه. طيب في عندي حاجه كمان زهقان وعيني وجعاني ومش عايز ان انا ادور بعيني فعندي فويس ديكشنريز والفويس ديكشنريز القواميس الناطقه. تعالوا مثلا على المعجم العسكري عندي كلمة مثلا دي تالتة دي لو حضرتك رحت كده هنا هتلاقي اتنين ايكون. الايكون الاولانية مكتوب عليها بي ار والايكون التانية مكتوب عليها اي ام. اي ار يعني بيوريني نطقها بي ار بيوريني نطقها بالبريتش والاي ام بيوريني نطقها بالامريكان. لو ضغط ابدأ دي بالبريتش ودي بالامريكان وهكذا بقى. يعني مثلا هجيب كلمه مثلا دي اهي فرق بينهم بنطقهم بالامريكان وبالبريتش. طيب ايه اللي جاي ده؟ كلمه conjugation يعني تصريف الأفعال. بس هو دي يعني انت هتقول لنا الباست والبريزنت والماضي ايه في الانجليش وكده؟ لا ده انتوا عارفين في اللغة العربية اللي هي المشتقات آثر آجر اللي هي على وزن أفعل وهكذا. فهو بيجيبها لي هنا بيجيب لي كل حاجة بنفس الوزن وبرضو عندي هنا 212 entry وبرضو أنا بتحكم كل صفحة يبقى فيها كام entry لغاية 100. يبقى أنا قدامي كل تصريفات الأفعال وأوزانها باللغة العربية قدامي أهي. يعني مثلا عندي امتعض على وزن ابتدر ابتع ابتدع ابتذل ابتسم ابتعد ابتكر. يبقى أنا ممكن إحنا عندنا الولاد الطلبة بيدرسوا دي في المرحلة الثانوية أنا ممكن أساعده إن هو يطلع على الكونجيجيشن
علشان يزود معلومة، ما يجيش في الامتحان يلاقي نفسه محتاس ويقول لك ده مش من الكتاب، ده انا بفتح الاوبن بوك ما بعرفش الاقي حاجة. يا سيدي ما عشان انت مش قارئ، اقرأ واعرف وهات أمثلة جديدة ووسع معلوماتك، هتنفعك جدا. طيب ايه اللي بعد كده؟ عندي كاتيجوريز، كاتيجوريز اللي هي التصنيفات بقى. طب ما تيجوا كده نشوف ايه التصنيفات اللي موجودة عندنا. انا برضو خلوني ايه اكترها، هي مش قد كده بس ايه خليني اكتر. اوكي، عندي اول حاجة الانجليش نيم Arabic and Islamic Encyclopedias اللي هي موسوعات المصطلحات العلمية والإسلامية، عندي في الفنون، عندي البيزنس، الإديوكيشن التربية، انترتينمنت تسلية، جنرال اللي هي متخصصة عموما، جيوغرافي، لو القانون، ميديسن الطب، ميلتري عسكري، فلسفي فلسفي، برايمري اللي هو الابتدائي، تكنولوجيز وكمبيوتر الكمبيوترز، والترانسليشن اللي هي الترجمة. طب تعالوا مثلا نروح على الترفيه. فبما اننا ممكن نبقى قاعدين زهقانين، عندي معجم الكلمات المتقاطعه ده عربي عربي، بدوس عليه هيفتح لي وهيبتدي يقول لي الكلمه وتعريف الكلمه وتعريفها، وبيديني تنوعات. يبقى انت لو قاعد بتحل الكلمات المتقاطعه ولقيت كلمه صعبه مش عارف معناها، ادخل على الدكشنري على طول. اوكي، طيب في ايكون تانية كده انا مستغربها، هي ايه دي؟ ايه بريفرنسز دي وايه النجمه اللي جنبها دي؟ ما هي بريفرنسز دي بدل ما انا بدخل كل مره والاقي قدامي صفحه طويله عريضه مليانه ديكشنريز او معاجم انا مش هستفيد منها، انا برتب براحتي وبمزاجي على حسب اهتماماتي وتخصصي. مش احنا كل واحد فينا ليه اكاونت بتاعه بتاع بنك المعرفه؟ انا بس اللي بدخل عليه، يبقى انا من حقي ارتب المعاجم بالترتيب اللي انا همشي عليه او انا هستفيد منه. طب ما تيجي نشوف بنعمل حاجه. انا دخلت عندي على preferences او التفضيلات، وهنا بيقول لي ايه drag up او down to change this word، يعني غير شد العنوان اللي قدامك ده يا فوق يا تحت عشان تغير الترتيب. يعني مثلا خلينا نقول ان انا عايزه ترنديك ديكشنري يكون أول واحد، هضغط عليه بكليك شمال وهطلعه فوق خالص، بقى ترنديك أول واحد. طيب أنا محتاجة كمان إن المصباح يبقى ورا ترنديك، فهروح شادد المصباح وحطه تحت ترنديك، وبيطلع لي في الجنب هنا كده كلمة بريوريتي أو الأولوية. طيب انت خلاص رتبت كده يا عم الحاج مش عايز تغير حاجه؟ لا، هات لي رفيق ده، رفيق التلميذ، هاته لي ثالث واحد. خلاص انت كده مش هتغيري حاجه تانية دلوقتي؟ لا مش هغير حاجه، روح داي سيف وسلام عليكم. ده الترتيب اللي هيطلع عندي على طول. طيب عندي هنا بيرسونال انفورميشن، طبعا دي انا ما بقدرش اعمل فيها حاجه بس انا بوري حضراتكم برضو بحيث ان هي ايكون موجوده. دي الاي كي بي يوزر وكده، وعدد الدكشنريز المتاحه قدامي 34 دكشنري، منهم دكشنريز عاديه وفويس دكشنريز واللي هي ايه التصنيفات اللي قدامي. تقريبا يعني احنا بكده وصلنا لكل حاجه لينا موجوده على بنك المعرفه، وازاي نقدر نستعين بالمعاجم في ان احنا نحرك. طيب قبل ما امشي، يعني تزهقتوا مننا بس معلش، قبل ما امشي بس عايزه اقول لكم حاجه صغيره. احنا في الاول قلت لحضراتكم ان احنا عندنا منتجات تانية، عندي مثلا موسوعه الفقر. فلو انا احنا ان شاء الله يوم الثلاثاء اللي جاي هنشوف فايده استخدام موسوعه الفراشه، وزي ما قلت لكم عندنا مفتاح. اوكي، فانا دخلت على موسوعه الفراشه زي ما بدخل عادي على المعاجم او على اي منتج تاني على بنك المعرفه، وبضغط هفتحي صفحة لوحدها. طبعا موسوعة الفراشة فيها مقالات وحاجات بتنفع الطلبة على جميع أعمار وجميع مراحلهم الدراسية. فأنا مثلا هروح على الثورة الصناعية، أنا بس عايزة أوري حضراتكم حاجة سريعة كده. فهضغط على الثورة الصناعية. أوكي،
هو هنا قال إن دي مناسبة للعمر من 13 ل 18، وهدخل مثلا على كلمة صناعة، خلاص فتح لي على صناعة الأدوية. طيب لو في كلمة أنا مش عارفها أثناء قراءتي للمقال، ما أنا ممكن يكون في كلمة كده غريبة عدت عليا بالعربي أنا مش عارفها، في هنا فوق آيكون مكتوب عليه القواميس، لو ضغطت عليه هيفتح لي صفحة المعجم، الصفحة الرئيسية اللي هي بنحط فيها الكلمة وتطلع لنا على طول. ليه؟ عشان ما اضيعش وقتي وانا بقرا. انا بقرا مقال وحاجه وقفت قدامي مش عارف معناها، بسرعه اضغط على القواميس هتفتح لي الصفحه الجديده، اروح كاتب الكلمه اللي انا مش عارفها قبل ما امشي من المقال وقبل اي حاجه. يبقى لا محتاج اسال ولا محتاج ادور ولا محتاج اقوم اشوف افتح موبايلي اشوف على جوجل، لا حضرتك عندك ايكون فوق هتبص عليها بتلاقي صفحة المعاجم اتفتحت لك وتدور على الكلمة اللي حضرتك ترغب فيها. احنا بكده وصلنا لآخر حاجة النهاردة. أتمنى إن لو في أي تساؤل أنا تحت أمر حضرتك وفي الشات بوكس وأنا متابعة الفيسبوك برضو. بس في سؤال هنا عندي، هن شن بتقول اقدر اجيبهم منين؟ هو حض يعني هم موجودين على بنك المعرفه، فاحنا كده شفنا طريقه الدخول ليهم عن طريق بنك المعرفه. لو في اي حاجه مش واضحه يا ريت بس حضراتكم تقولوا لي. مساء النور استاذه فاطمه، زي حضرتك. وانا معاكم، اتمنى ان احنا نكون يعني قدرنا ان احنا نلخص بسرعه الفايدة اللي نقدر نوصل لها عن طريق بنك المعرفة والمعاجم اللي موجودة هناك. أستاذة هدير محمود كتبلنا على الفيسبوك إنها مش عارفة تسجل على بنك المعرفة. أستاذة هدير ممكن حضرتك تتواصلي مع الإيميل بتاعهم، هو موجود في آخر الصفحة بتاعت التسجيل في الصفحة الرئيسية، أعتقد حضرتك هتلاقي إيميل ممكن تتواصلي معهم على بنك المعرفة. العفو أستاذة غادة، وأشكر حضرتك تواجدك يعني المتميز معانا دايماً. أستاذة بسنت، صفحة إيه يا فندم اللي حضرتك تقصديها؟ صفحة الفيسبوك أو جروب حضرتك تقصدي على إيه؟ حضرتك بس عرفيني وأنا معاكي. أستاذة حنان، قواميس علم النفس زي ما شفنا هتبقى موجودة على بنك المعرفة، حضرتك ادخلي زي ما دخلنا بالظبط آخر الصفحة بتاعت مصادرنا هتلاقي مكتبة لبنان ناشرون، هتضغطي عليها هتدخلك على القواميس، هتبصي في التصنيفات هتلاقي قواميس علم النفس موجودة منها. أستاذة بسنت، بس حضرتك لسه ما رديتيش عليا، أنا محتاجة أعرف حضرتك تقصدي صفحة إيه بالظبط. بس هو كده كده لو إحنا بنتكلم على صفحة، إحنا بنتكلم على صفحة سفينكس بابلشنج كومباني في علم النفس. طب أستاذة حنان حضرتك تواصلي معايا أنا هبعت لك اللينك بتاعته، سفينكس بابلشنج، انا هكتب لحضراتكم اسم الصفحه اللي تقدروا تتواصلوا معانا عن طريقها، سفينكس بابليشنج كومباني. ده اسم الصفحه. استاذه حنان هستاذنك حضرتك ابعت لنا مسج بس على الصفحه وانا هبعت لحضرتك لينك ازاي توصلي للقابس بتاع علم النفس. العافيه استاذه بسنت، تحت امرك. ده اسم الصفحه، يا ريت تتابعونا عليها، وان شاء الله يوم الثلاثاء الجاي هيبقى عندنا سيشن عن موسوعه الفراشه وازاي نستخدمها عشان ننمي مهارات اولادنا. وزي ما قلت لحضراتكم عندنا مفاجاه للي عنده بقى اولاد صغيرين، اخوات، طلبه، اي حد في المرحله بتاعه الدراسه عموما في المدرسه، ان شاء الله هيبقى في مفاجاه حلوه ليهم يوم الثلاثاء. اشكر حضراتكم، شكرا استاذه فاطمه، شكرا لوجودكم جميعا معانا، وان شاء الله يعني احنا بنشرف بيكم ونرجو ان احنا نكون عندكم. شكرا ليكم وان شاء الله نلتقي في ورش تانية. شكرا، تصبحوا على خير.